يا مساء الخير واهلا وسهلا بكل جماهير النادي الاهلي في حلقه جديده والسادسه في انتظار سبت الحسم. كبار افريقيا بتنافسوا على التاهل للمباراه النهائيه، بتكلم طبعا على الاهلي مع الترجي والوداد المغربي مع كايزر تشيفز الجنوب افريقي. الاهلي والوداد كلاكات تاني مره في قبل النهائي، واللي يمكن يكون بشره خير او دعوه للتفاؤل انه الوداد برضو في قبل النهائي في الجوله او في النسخه اللي فاتت خسر على ارضه بس كانت من النادي الاهلي، بيكرر نفس الموضوع وبيخسر برضو على ارضه في ذهاب قبل النهائي على ارضه لكن المره دي من كايزر تشيفز. الاهلي برضو بيكرر نفس انجازه اللي حققه في الدور قبل النهائي من النسخه الاخيره من دوري الابطال وبيفوز خارج ارضه في قبل النهائي بس المره دي على الترجي التونسي بدلا من الوداد المغربي. الحقيقه يمكن كل الاراء بتقول انه البطاقتين لم يحسما حتى اللحظه، يعني الحقيقه يمكن توقع انه المواجهات الجايه صعبه وبالتاكيد من الممكن انها تغير. نتمنى ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي وهنتكلم على فرقتنا اللي رجعت النهارده تتمرن تاني وتبتدي استعداداتها من جديد للقاء العوده اللي ان شاء الله باذن الله هيكون على ملعب الاهلي والسلام في الساعه 9 بتوقيت القاهره يوم السبت اللي جاي. كلام كتير طبعا عن استعدادات النادي الاهلي وعن المباراه وعن الطريقه اللي ممكن مستر موسيماني يلعب بيها النهارده، وهيكون ضيفنا واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين طبعا كابتن احمد نخله هيشرفنا النهارده في السادسه. معانا كمان لويس بوامارتي نجم الارسنال السابق ونجم طبعا البرتغال عشان نتكلم على اليورو. الحقيقه بشوف انها هي وكوبا امريكا حافله بالمفاجات، هنتكلم في تفاصيل كتيره جدا قبل ما ندخل بس في موضوعات حلقتنا واقول لكم واكلمكم على نتائج اليورو على ماتشات النهارده. يمكن من يومين اللي متابع السادسه كان معانا تومي مولر نيلسون، الحقيقه يمكن طبعا اتكلمنا معاه طبعا واحد من نجوم الدنمارك، وهو بالمناسبه كمان وانا قلت ده في اثناء استضافتنا ليه في السادسه انه كبير كشافي المان يونايتد. كلام الحقيقه يمكن كان كتير على اليو زانج وغيره من نجوم النادي الاهلي، عروض كتير جدا وسمعنا عن اهتمام جلاتا سراي بقفشه وبشكتاش بمحمد شريف وغيرهم وبدر بنون حتى دخل كمان على الموجه، وسمعنا عن عروض من النصر السعودي، وكل الحقيقه كلام مرسل ملوش اي اساس من الصحه. من ناحيتنا كنادي الاهلي، النادي الاهلي ما حصلش معاه اي تواصل فيما يتعلق باليو زانج زي ما اتقال واتنشر، والحقيقه يمكن الخبر لما بيتنشر يبقى زي النار في الهشيم، كل الناس بتاخد من غير ما تتاكد كلام على انه في اهتمام من مان يونايتد باليو زانج. الحقيقه طبعا اليو زانج لعيب مش هتكلم عليه، انا اتكلمت عليه كتير جدا على مدار الموسم، وهو لعيب بمواصفات ومقاييس عالميه يستحق، وما تستغربش لو لعب او تلقى عرض من اكبر انديه اوروبا، ريال مدريد، مان سيتي، برشلونه، لعيب الحقيقه امكانياته كبيره جدا، وده شيء الحقيقه يحسب للنادي الاهلي في قدرته على اكتشاف المواهب في القاره السمراء او غير القاره السمراء حتى وانتدابها، ويحسب كمان لاليو زانج اللي بيقدم مستويات اكتر من رائعه وتطور بشكل كبير النادي الاهلي، اداله مساحه الحقيقه كبيره جدا انه يطور من مستواه بالشكل اللي يخلي كل الانديه الكبيره تبقى عندها رغبه في التعاقد معاه. لكن احنا كمان تواصلنا زي ما قلت انه الاهلي لم يتلقى اي اتصالات من مانشستر يونايتد بخصوص اليو زانج، وكمان تواصلنا مع مولر نيلسون كبير كشافي مانشستر يونايتد اللي كان لسه موجود معانا من يومين وسالناه عن حقيقه الموضوع، وراجل نفى تماما ان في اي اهتمام بلاعيبه اساسا في مركز اليو زانج، مش بس باليو زانج كلاعب، لكن نفى اهتمام مانشستر يونايتد بدعم المراكز دي في الفريق، وقال انه اذا كان في اهتمام في ما يتعلق بانتداب لعيبه من افريقيا هيكون هو المسؤول الاول والوحيد عن الجزئيه دي. فحبينا الحقيقه يمكن ناكد على او نصحح معلومه يمكن انتشرت في توقيت بشوفه صعب جدا، صعب تكون فرقه داخله على مباراه حاسمه ان شاء الله توصلها لنهائي دوري الابطال ويكون في كلام كتير ممكن يبرجل وممكن يخرج اللعيبه عن تركيزها. طبيعي اللعيبه لما تسمع عن عروض خصوصا بانديه بحجم مانشستر يونايتد ممكن ده ياثر على تركيزها، لكن ان شاء الله باذن الله كلنا ثقه في لعيبه النادي الاهلي. نروح مع حضراتكم لنتائج اليورو امبارح، الحقيقه يمكن طبعا الجوله الثالثه اوكرانيا والنمسا، والنمسا الحقيقه قدمت مباراه كويسه وقدرت انها تفوز بنتيجه 1-0. هولندا بتقدم نفسها كحصان او بتاكد نفسها كحصان اسود في بطوله اليورو 2020 وبتفوز على مقدونيا بنتيجه 3-0. اللي شاف الماتش ثلاث اهداف كوبي بيست، ثلاث اهداف كربون، يعني الحقيقه يمكن جمله نجحوا فيه خلالها طبعا من خلالها في التسجيل ثلاث مرات، وفينالدوم تالق لاعب طبعا بي اس جي ليفربول السابق واحرز هدفين. فنلندا وبلجيكا 2-0 ولصالح بلجيكا، وروسيا والدنمارك 4-1 لصالح الدنمارك، انتفاضه ممكن تخليها قادره على انها تكمل مشوارها.
ماتشات اليورو النهارده في الجوله الثالثه، هيكون عندنا كرواتيا واسكتلندا الساعه 9 مساء، والماتش الاهم يمكن والاقوى متوقعين يكون فيه كوره كويسه هيكون بين التشيك وانجلترا الساعه 9 مساء برضو في نفس التوقيت. كوبا امريكا الجوله 3 ارجنتين وباراجواي 1-0 لصالح الارجنتين في عرض هزيل. يخلينا نسال ازاي يكون عندك لعيبه او خط هجوم يوسف ممكن تحطه بين قوسين كده تحت فريق الاحلام، لاوتارو مارتينيز مع اجويرو مع ميسي مع دي ماريا مع خوان كوريا مع باريدس، وتقدم العرض الهزيل والباهت، والسيناريو ده يمكن يتكرر مع منتخبات كتيره الحقيقه في يورو 2020. هنا نسال عن المدرب، على سبيل المثال فرنسا مثلا مع ديدييه ديشان عنده تشكيله، وانا يمكن من قبل البطوله قلت ان فرنسا ممكن تكون المرشح الاقوى والاوفر حظا، عندها كتيبه تسمح لها بالمشاركه بمنتخبين، ورغم كده اداء هزيل مع ديدييه ديشان، هل يستمر على نفس المنوال ولا لا؟ خلينا نفكر حضراتكم بسؤال حلقتنا اللي مستمر معانا ان شاء الله لغايه يوم السبت، المواجهه المقبله ميعاد المواجهه المقبله بين الاهلي والترجي في مباراه العوده، مين افضل ثلاث لاعبين من وجهه نظركم في مباراه الذهاب اللي جمعت بين الاهلي والترجي؟ وفي انتظار اجابات حضراتكم على مواقع او التواصل الاجتماعي المختلفه، صفحاتنا طبعا الاهلي تي في على الفيسبوك وعلى انستجرام وعلى تويتر. فاصل ونرجع نبدا حلقتنا مع حضراتكم. لويز بوا مورتي نجم طبعا منتخب البرتغال والارسنال السابق، واحد يمكن من الجيل الذهبي الحقيقه للجانرز، مع طبعا مارك اوفرمارس مع تيري هنري او تيري هنري مع بيريس وغيرهم من نجوم الارسنال اللي الحقيقه يمكن حققوا بطولات كتير. خليني الحقيقه اتكلم معاه اكتر عنها، طبعا دي اهدافه في الدوري الانجليزي، لعب لعدد كبير طبعا من فرق او من انديه الدوري الانجليزي، وليه يمكن ضربه جزاء هنتكلم عليها، ضربه جزاء شهيره جدا وغريبه جدا من نوعها يمكن هتشوفوها النهارده لاول مره. خلينا اتكلم معاه اكتر على المنتخب البرتغالي حامل اللقب اللي اصبحت فرصته للتاهل للادوار اللي جايه صعبه جدا بعد ما خسر طبعا من منتخب المانيا بنتيجه 4-2، وفي انتظاره مواجهه صعبه جدا مع المرشح الاول لتحقيق لقب اليورو فرنسا، هتكون مواجهه ناريه وتكرار او كلاكيت تاني مره لنهائي النسخه الاخيره. خليني اتكلم مع لويس بوامورتي نجم طبعا منتخب البرتغال اللي هيكون ضيفنا في السادسه من خلال فيديو كونفرنس. بدايه طبعا برحب بيك على شاشه النادي الاهلي وبشكرك على وجودك معنا في السادسه. انا ارحب بكم ايضا. قبل ما ادخل معاك في الكلام على اليورو وعلى منتخب البرتغال بالتحديد، خليني افكرك بواحده من اشهر ركلات الجزاء، ويمكن يعني تعتبر واحدة من ضربات الجزاء الفريدة والغريبة من نوعها. لو تفتكر تسجيلها كنت بتلعب في التوقيت ده مع فولهام الإنجليزي ودخلتها، عايز أعرف منك أنت كنت محضر لأنك أنت تسددها بالطريقة دي، كنت متدرب عليها ولا كانت يعني وليدة اللحظة؟ لا، كان هذه ضربة الجزاء كنا معتادين التدريب عليها في حصص التدريبية، وبينما انا انفذها في هذا المباراه في الدرع الخيريه تذكرت التدريب ونفذتها بهذه الطريقه. طيب خليني ابدا معاك بالكلام على المنتخب البرتغالي، والحقيقه منتخب بيضم عدد كبير من اسماء وعدد كبير من النجوم السوبر ستارز يعني، وكان كتير بيرشحوا ان هو يحافظ على اللقب اللي حققه في النسخه الاخيره، لكن يمكن البعض بيرى انه العروض اللي قدمها المنتخب البرتغالي لا تؤهله للمحافظه على اللقب، تتفق ام تختلف مع وجهه النظر دي؟ الامر يعتقد الامر كان صعبا، لكن ليس بالمقارنه بعام 2016. تاهلت البرتغال بالفعل رغم صعوبه الموقف للمرحله التاليه، لكن في الوقت الحالي لدينا فريق قوي جدا، تشكيلة قوية من اللاعبين ذوي الخبرات، لذلك أعتقد أن البرتغال جاهزة للتأهل، وأعتقد أن اللاعبين جاهزين حتى لو لم نتأهل في المركز الأول. طب خليني أسألك على مباراة ألمانيا الأخيرة، في وقت تقدم فيه بالفعل المنتخب البرتغالي في المباراة بالتسجيل طبعا عن طريق كريستيانو رونالدو، لكن المباراة شهدت انهيار وتراجع غريب لمنتخب بيضم عدد كبير جدا من نجوم أبرزهم طبعا كريستيانو رونالدو وبرناردو سيلفا برونو فرنانديز،
ايه هي اهم اسباب الخساره او تراجع مستوى البرتغال في المباراه دي على وجه التحديد؟ هو ليس بانهيار، ولكن كان يوما سيئا بالنسبه للفريق بالكامل. الفريق لم يؤدي كما توقع المدير الفني. المنتخب الألماني منتخب قوي جدا واستطاع التحكم في زمام الأمور، وإذا استطعت أن تجاري المنافس ولم ترتكب أخطاء فبالتالي ستؤدي بشكل أفضل، لكن هذا ما حدث في كل الأحوال. لكن يعني اذا ما قارنا الاسماء الموجوده، مع كامل الاحترام المنتخب الالماني، اذا ما قارنا الاسماء الموجوده في تشكيله البرتغال على مستوى كل الخطوط، لاعبين على مستوى عالمي كلهم تالقوا مع انديتهم في المسابقات المختلفه اللي بيلعبوا فيها، بدايه من خط الدفاع عندنا روبن دياز واحد من افضل المدافعين في العالم دلوقتي، وصولا لخط الهجوم اللي بيعتبر ناري في المنتخب البرتغالي، ورغم كده كان في تسيد كامل لمنتخب المانيا على مدار المباراه، خصوصا بعد مبادره البرتغال بالتسجيل. هل بتعتبر انه ده مسؤوليه للجهاز الفني، ولا تراجع في مستوى اللاعبين، ولا مشكله في عمليه الانسجام والتناغم بين الاسماء اللي بيضمها المنتخب البرتغالي؟ لا يوجد مشكلة بالنسبة للمدير الفني وللاعبين، هو فقط كان يوما سيئا. اللاعبون كانوا جاهزين بشكل جيد، لكن الجانبين من يعني كلا الجانبين الألماني والبرتغالي منتخبين قويين جدا، ولذلك هو كان يوما سيئا فقط للبرتغال، لا يمثل هذا الفريق القوي. طيب اذا اعتبرنا ده حاله استثنائيه، خليني اروح للمواجهه المنتظره، مواجهه من العيار الثقيل جدا، هتجمع بين منتخب بكره ان شاء الله بين منتخب البرتغال ومنتخب فرنسا. من وجهه نظرك كيف سيخوض سانتوس المدير الفني للبرتغال المباراه، وهل تتوقع ان يكون في تغيير في التشكيله سواء من ناحيه الاسماء او من ناحيه طريقه اللعب لمواجهه الديوك الفرنسيه؟ لا أعتقد أنه سيوجد تغييرات كثيرة في صفوف المنتخب البرتغالي، أعتقد فقط أنه سيرتب للمباراة بشكل أفضل. بالتأكيد سيتكلم مع اللاعبين عن المباريات الماضية ويعالج الأخطاء، والمدير الفني درب الفريق لعدة سنوات، فبالتالي هو يستطيع أن يعالج هذه الأخطاء، ولديه خيارات كثيرة، ولكن أعتقد أنه سيبدأ بنفس التشكيلة، وأعتقد أنه المزيد من التغييرات في المباراة القادمة، وأعتقد سنشاهد مباراة جيدة، وأعتقد أن الفوز سيكون للبرتغال. مواجهة يترتب عليها التأهل للأدوار التالية أو الخروج من البطولة، هل تعتقد انه اذا تاهل المنتخب البرتغالي هل ما زال عنده نفس القدره للحفاظ على اللقب اللي حققه في نسخه 2016؟ بالطبع البرتغال لديها فرصه قويه جدا للحفاظ على اللقب، الاحتفاظ باللقب، ولا اعلم ان كنت تعلم ذلك، لكن البرتغال منتخب قوي جدا، ولو فاز البرتغال بمباراة الغد سيفوز بالبطولة بالطبع. من المنتخبات اللي بترى انها بتملك فرصة منافسة البرتغال على تحقيق اللقب، يعني مين هي المنتخبات من واقع مواجهات الجولة الاولى اللي انت بالتاكيد تابعتها شايف ان عندها حظوظ للوصول للقب اليورو 2020؟ يوجد العديد من الفرق القوية جدا في البطولة، على سبيل المثال ألمانيا أدت أداء قويا، هولندا كذلك، وأيضا يوجد منتخب بلجيكي. فبالنسبة لي هذه الفرق الخمسة بجانب إيطاليا وأسبانيا لديهم فرص قوية. نحن أكيد صدمنا بمستوى المنتخب الإسباني، لكن يظل لديهم فرص قوية بجانب ألمانيا وهولندا والبرتغال وبلجيكا، هذه هي الفرق التي أرشحها.
كتير من المعجبين او المشجعين المنتخب البرتغالي بيروا انه منتخب كريستيانو رونالدو، رغم انه المنتخب الحقيقه زي ما انا قلت بيضم عدد كبير جدا من الاسماء المحترمه، هل بتعتقد انه اداء او نتائج المنتخب مرتبط بشكل مباشر بمستوى كريستيانو رونالدو؟ اذا اجاد فالمنتخب بيكسب، واذا لم يجيد فالمنتخب من الممكن يتعرض لخساره، ولا بترى انه منتخب بيعتمد في المقام الاول والاخير على الكره الجماعيه وعلى كل النجوم الموجوده فيه؟ This is opinions of people from outside. هذه تظل آراء الناس خارج الفريق ويجب أن نحترمها بالطبع، لكن في وجهة نظري ليس بمنتخب كريستيانو رونالدو وحده فقط، هو بالطبع هو أفضل لاعب في العالم لسنوات بجانب ميسي، لكن أعتقد أنه ليس منتخب كريستيانو رونالدو وحده، إنه منتخب قومي كما تعرف، منتخب قومي يعبر عن البرتغال وليس لاعب بعينه. كتير من الآراء كمان، وأنا يمكن بتفق شخصيا مع الآراء دي، كانت بتشوف أنه جواو فيليكس النجم البرتغالي ونجم أتلتيكو مدريد هو الخليفة المنتظر لموهبة بحجم وقيمة كريستيانو رونالدو، ورغم كده ما شفناش ليه دور قوي أو بصمة واضحة مع المنتخب البرتغالي. من وجهة نظرك إيه السبب في ده؟ Who didn't show what is expected? جواو فيليكس. Which player you talking about? جواو فيليكس. He didn't play so far. He's been injured. هو لم يلعب كثيرا حتى الآن. أصيب قبل مباراة فرنسا. Injured is impossible to play when you're injured. فبالتالي لن تلعب بشكل جيد في حال الإصابة. خليني أخذك لأهم اللاعبين اللي لفتوا نظرك من واقع متابعتك للجولة الأولى، مش بس على مستوى البرتغال، على مستوى كل المنتخبات، مين ترشحهم يكونوا نجوم في أندية الدوريات الأوروبية المختلفة بعد انتهاء بطولة اليورو؟ حتى الآن يوجد العديد من اللاعبين في هولندا لاحظتهم في هذه البطولة. There's the boy from England playing as well. I'm for them في إنجلترا. There's few players that أكثر من لاعب. Boy from أكثر من لاعب. In Czech Republic there is one in each team playing well. منتخب التشيك كذلك. It's not like you can say that this one is good, this one is better. ليس فقط مجرد أن نقول أن هذا لاعب بعينه، لكن في هذه اللحظة يوجد العديد من اللاعبين بالفعل يأخذون وقتا طيبا ويؤدون أداء جيدا في هذه البطولة. سنرى أمامنا المزيد من اللقاءات لنرى المزيد من الأداء الجيد. لويز بوامورتي، أنا عارف أنك أنت يمكن بعد انتهاء مسيرتك في الملاعب كلاعب طبعا في عدد كبير من الأندية اتجهت للتدريب على مستوى طرق اللعب، على مستوى التاكتكس، هل لاحظت أن في شيء جديد يعني أضافته بطولة اليورو للناحية الخططية للناحية التكتيكية، ولا بنتكلم على مدارس كلاسيكية أو تقليدية تبعتها من خلال أداء معظم المنتخبات؟ Now, Euros is for everyone. بالطبع أضافت للجميع من الناحية الفنية والخططية. هذه المنافسات قوية جدا. كل هذه البطولات، كوبا أمريكا واليورو والكان، كل هذه البطولات تضيف لكرة القدم وتضيف للفرق المشاركة. هذه المنافسات جيدة جدا للمشجعين وليس المدير الفنيين فقط. أنا أشاهد فبالتالي أتعلم حينما أنزل للملعب. هل في مدير فني أو طريقة لعب أو ناحية خططية أو تكتيكية في المنتخبات اللي شاركت في الجولة الأولى لفتت نظرك أو حسيت أنها بتمثل اتجاه جديد في كرة القدم؟ Now this is many different formations that they've been playing. هذا الأمر مختلف تماماً. لدينا تشكيلات مختلفة وطرق لعب مختلفة. فبالتالي أعتقد أن التشكيل له تأثير، وأعتقد أيضاً أن أداء اللاعبين والتزام اللاعبين بالطريقة الخططية للمدرب.
كل هذا مبني على اللاعبين والتزامهم الخططي. يجب أن يدرسوا الخطة بشكل جيد. بعيداً عن النتائج وفكرة التأهل من عدمه، مين المنتخب اللي حسيت أنه صاحب أكتر كرة ممتعة في بطولة اليورو؟ حتى الآن يوجد العديد من الفرق، بلجيكا على رأس هذه الفرق، وأيضاً هولندا، ويوجد أيضاً المنتخب الإيطالي يقدم كرة جيدة أيضاً. لذلك هذه الأندية طبعاً بجانب المنتخب الفرنسي والبرتغال في المباراة الأولى فقط، ذلك هذه الفرق. وحتى الآن لا يوجد فريق واحد استأثر بالأداء المميز. سؤالي الأخير لك هيكون بعيداً عن اليورو، السؤال الحقيقة متعلق بنادي الأرسنال، واللي يمكن في الوقت اللي أنت كنت بتلعب فيه كان ليه شعبية كبيرة جداً على مستوى العالم، وكان بيضم عدد كبير جداً من النجوم المميزين في كرة القدم. الأرسنال يعاني في حقبة أو في فترة مرحلة ما بعد أرسن فينجر، تولى المسؤولية أوناي إمري وصولاً لأرتيتا طبعاً، ولكن ما زال الأرسنال بعيد عن نسخة الأرسنال الإنجليزية اللي يمكن تألقت وكانت بتنافس على مستوى إنجلترا وأوروبا. من وجهة نظرك إزاي يرجع الأرسنال on track زي ما بيقولوا مرة تانية؟ هذا يعتمد في رأيي على الإدارة، ويعتمد أيضا على منظومة ككل وليس المدرب بحد ذاته. فأرسن فينجر كان يعمل في فريق عمل كامل، كان لديك مدرب أوناي إمري لكن طريقة مختلفة تماما، فطبيعي الأمر يختلف بعد أرسن فينجر. لو كان المدرب يلعب بطريقة معينة والمدرب بعده يلعب بنفس الطريقة سيختلف الأمر. كل مدرب يسلك طريقه الخاص به، فبالتالي لا تستطيع أن تنسخ طريقة أداء المدرب السابق كما هي، فالأمر يختلف. لويز بوامورتي نجم منتخب البرتغال والأرسنال السابق، بشكرك شكرا جزيلا على وقتك وعلى مشاركتك معنا في السادسة، وإن كنت الحقيقة يمكن أختلف معك في جزئية القدرات. منتخب البرتغال بيضم أسماء كبيرة جدا، يعني احنا عندنا في مصر لو مع منتخب مصر فيه لعيبه مثلا زي جواو فيليكس وكريستيانو رونالدو، بس ما عنديش شك ان المصريين هيبقى عندهم رغبه في ان هم ينافسوا على كاس العالم، ومع ذلك نتمنى كل التوفيق طبعا لمنتخب البرتغال. عندنا كلام مهم جدا على مشاركه المنتخب المصري في الاولمبيكس، وعندنا كلام على مفاوضات طبعا الاتحاد المصري مع نادي ليفربول ومع الكاف الافريقي، لانه في رغبه حقيقه في الاستعانه بنجوم النادي الاهلي اللي عندهم ماتش ان شاء الله يكون عندهم ماتش مهم يوم 17 في نهائي بطوله دوري الابطال، وامكانيه مشاركتهم مع المنتخب المصري في اولمبياد طوكيو. فاصل ونرجع لحضراتكم في السادسه بكل التفاصيل. زي ما قلت لحضراتكم في بدايه الحلقه، الاهلاويه كلهم الحقيقه في انتظار السبت الحاسم، السبت اللي هيحمل طبعا مواجهه منتظره جدا مع الترجي التونسي. قلت لحضراتكم من قبل حتى مباراه الذهاب انه مواجهه قبل النهائي مواجهه صعبة جدا، وخصوصا مواجهة رادس، والحمد لله ربنا يعني أكرمنا بأن احنا حققنا نتيجة مريحة إلى حد ما، لكن من وجهة نظري المتواضعة أنه ده بيزيد إلى حد كبير من صعوبة مواجهة السبت، لأنه الترجي فرقة تظل واحدة من أكبر فرق على مستوى القارة الأفريقية، وجاء القاهرة ما عندهاش حاجة تخسرها، ما عندهاش حاجة تبكي عليها زي ما بنقول كده، وبالتالي أعتقد أنه توجه أو طريقة أو فكر معين الشعباني هيروح لفكرة أنه يلعب الكل في الكل. مواجهة منتظرة، البطاقتين لم يحسمها بعد، حتى رغم خسارة الوداد على أرضه من كايزر تشيفز ما زال عند الوداد فرصة كبيرة جدا للتأهل للنهائي. وأيضا الحقيقة برضو ما حدش يقدر يقول أن المواجهة بالنسبة للأهلي والترجي حسمت بشكل كامل. هنتكلم على مواجهة السبت مع واحد من نجوم النادي الأهلي طبعا السابقين، كابتن أحمد نخلة، بيشرفنا النهاردة في السادسة. أهلا بيك يا كابتن أحمد، نور الدنيا. اهلا بك يا ابو حميد، متشكر جدا على المقدمه الجميله، وانا سعيد جدا ان انا موجود معاك، وسعيد جدا ان انا موجود في قناه النادي الاهلي بيتنا كله. يشرفنا دايما انك تكون موجود معانا، والحقيقه يمكن في مناسبه في منتهى الاهميه، حلم العشره بيقرب،
وحضرتك عارف طبعا انه الاهلي يمكن خد راحه بعد ما رجع من تونس لمده 48 ساعه وهيبتدي او هيرجع التمرينات النهارده. بالمناسبه احنا زميلنا كريم احمد موجود معانا على التليفون او اعتقد موجود معانا كمان، هيكون موجود معانا صوت وصوره من ملعب من داخل ملعب مقر النادي، هيدينا فكره عن اهو طبعا كريم ظهر معانا. مساء الخير يا كريم، وهيدينا فكره عن تمرين النادي الاهلي النهارده اللي بيرجع بعد 48 ساعه راحه للتدريب مره ثانيه. مساء الخير يا كريم. مساء الخير زميلي العزيز احمد، طبعا برحب بيك في البدايه وكل التحيه للكابتن احمد نخله، واكيد طبعا يعني استعدادات قويه جدا وتحدي كبير ومعنويات مرتفعه وتركيز كبير للاعيبه النادي الاهلي الحقيقه قبل مباراه العوده اللي بنتمناها ان شاء الله من نصيب النادي الاهلي. جديه كانت كبيره جدا زميلي احمد، وكابتن احمد دخله طبعا يمكن اياكد على هذا الكلام. شفنا الظروف وشفنا الامور الحقيقه والظروف الصعبه اللي مر بيها لعيبه النادي الاهلي، لكن كل دي دوافع بقى ان شاء الله في مباراه السبت باذن الله. التركيز كبير النهارده، نقدر نقول بقى اولى التدريبات واولى الاستعدادات مع بيتسو موسيماني مدير فني الفريق للنادي الاهلي، اللي بدا اكيد كالعاده النهارده التدريب بمحاضره فنيه. يمكن الراجل النهارده كانت محاضرته تحفيزيه بشكل كبير جدا، والتاكيد على اهميه هذه المباراه، تركيز الجمهور، كل الامور دي. يمكن بيتسو موسيماني اتكلم مع لعيبه النادي الاهلي كمان النهارده، اطمنا على اكثر من عنصر زميلي احمد الحقيقه. يعني في بعض اللعيبه شفناه، يمكن بعض اللعيبه كانت غايبه عننا في الفتره الماضيه الحقيقه. ابدا معاك طبعا النهارده شفنا متولي وايضا كمان محمد هاني واكرم توفيق وبدر بنون بيشاركوا في التدريب الجماعي، ودي كانت نقطه مهمه جدا حابين نطمن عليها طبعا، لان يمكن محمد هاني غاب خلال الفتره اللي فاتت. النهارده يمكن شارك وتدرب بتدريبات الكوره، شارك في المربعات وشارك ايضا كمان في التقسيم اللي اجراها بيتسو موسيماني. محمود متولي ايضا كمان بيعلن جاهزيته لهذه المباراه. بدر واكرم كان عندهم حاله اجهاد كبيره من الضغط الكبير والحقيقه الحمل الكبير، تحديدا على اكرم توفيق يمكن حييناه على مجهوده الرائع. تعرف زميلي احمد وكابتن احمد نخله ايضا كمان هيتكلم على هذا الامر، توظيف اكرم توفيق في الباك رايت ومجهوده الكبير اللي بذل وتركيزه الكبير، تغطياته العكسيه، كل الامور دي الحقيقه تحسب لاكرم توفيق وتحسب كمان لبيتسو موسيماني، لان الحقيقه يمكن الراجل حضره نفسيا بشكل كبير جدا اهميه المباراه، والظرف كان صعب. يمكن اكرم مش هنقول لعيب صغير على قد ما هو اثبت بشكل كبير جدا ان هو قادر ان هو يكون متواجد في المواقف الصعبه مع كل اللعيبه الحقيقه اللي يمكن ادوا اداء مميز جدا مع الظروف اللي كانت خلال الفتره الماضيه وتحديدا في مباراه الترجي التونسي في رودس. خلاص بقى صفحه اتقفلت تماما والتركيز بدا بشكل كبير جدا لمباراه العوده ان شاء الله باذن الله. الامور والمناخ والجو وكل الظروف ان شاء الله تكون محيطه بفريق النادي الاهلي وتساعد فريق النادي الاهلي في تخطي هذه العقبه نتيجه المباراتين ان شاء الله باذن الله توصل النادي الاهلي للمباراه النهائيه. تدريب حتى هذه اللحظه زميلي احمد كان شغال تقسيمه، يمكن بيتسو موسيماني بينهي بيها التدريب، بيركز بقى على التكتيك، على النقاط القوى الثغرات، ايضا كمان الامور يمكن اللي كان فيها بعض الاخطاء كده بالنسبه لخط الدفاع. اتكلم طبعا مع ربيعه مع ياسر مع بدر مع كل لعيبه النادي الاهلي، بنعمل بس ان شاء الله باذن الله لعيبتنا تستمر على التركيز ده والقادم افضل ان شاء الله. خليني كريم اسالك كمان على كابتن محمود متولي ومحمد محمود، شاركوا مع اللعيبه في تمرينه النهارده؟ محمود متولي شارك الحقيقه طبعا، يعني محمود متولي شارك النهارده في التدريب الجماعي. محمد محمود في تاني شويه، ثلاث او اربع ايام ان شاء الله بعد مباراه الترجي ان شاء الله باذن الله هيشارك بقى في التدريبات الجماعيه بكل قوه. محمد محمود ان شاء الله بنتمنى له العوده، يعني مشتاقين ان احنا نشوفه بقى في التدريبات الجماعيه في التقسيمات طبعا. يخش بقى مع لعيبه النادي الاهلي، لكن هو يمكن ان شاء الله ثلاث ايام مع احمد رمضان بيكم. يمكن انا ما ذكرتش احمد رمضان بيكم، احمد رمضان النهارده كمان بيواصل التاهيل. اللعيبه يمكن قلنا عليه رجعت، محمد هاني محمود متولي اكرم وبدر، لكن بيكم بيواصل التاهيل وواضح غيابه يكون عن مباراة العودة، لكن أيضا كمان ثلاث أو أربع أيام بالكثير قوي يبدأ يخش احمد رمضان بيكم ليه التدريبات الجماعيه. لكن ان شاء الله باذن الله يقدر بيتسو موسيماني يوظف بعض اللعيبه، يقدر ان هو يكون في تشكيل اقوى واحسن من التشكيل اللي فات. انت عارف كل مباراه ليها ظروفها زميلي احمد، ظروف المباراه الاولى تختلف بشكل كبير جدا عن مباراه العوده، فان شاء الله باذن الله الكل يكون جاهز، قفشه يكون جاهز، صلاح محسن، الكل ان شاء الله يكون جاهز لهذه المباراه، وباذن الله ان شاء الله نقدر نتخطي هذه المباراه الصعبه والمنتظره والمرتقبه لكل جمهور النادي الاهلي. لقطه احمد رمضان بيكم النهارده كان شايل نمره 9 طبعا، هداف الاهلي، واحد من الهدافين التاريخيين طبعا، عماد متعب اللي برضو بنطمن حضراتكم عليه ان شاء الله باذن الله خير. هو الحمد لله يعني تكون الامور بسيطه وسهله، وانا عارف كمان انه كابتن خطيب تواصل معاه وكابتن سيد عبد الحفيظ تواصلوا معاه، واحنا كنا حتى يمكن كنت بتكلم مع الزملاء بنحاول نتواصل معاه لكن ما نجحناش في ده قبل الهوا. لكن اطمن حضراتكم على حاله عماد متعب ان شاء الله باذن الله نطمن عليه ويقوم لنا بالسلام. طيب خليني اسالك اخيرا على نيدفيد كمان يا كريم، نيدفيد شارك في تمرينته النهارده، وهل في لعيبه او كل اللعيبه شاركت في الملعب، ولا في بعض اللاعبين كان ليهم برامج تاهيليه او يعني دخلوا الجيم؟
نيدفيد شارك زميلي احمد النهارده في التدريبات، يعني نيدفيد بيشارك تدريجيا بقى ويمكن شارك خلاص خلال الفتره اللي فاتت في التدريبات الجماعيه، الكل شارك النهارده، يعني اقدر اقول لك بس باستثناء احمد رمضان بيكم الوحيد اللي يمكن جري بس حول الملعب كده جري بسيط وبيأدي طبعا البرنامج التاهيلي الموضوع ليه، لكن بجانب طبعا احمد رمضان بيكم كل اللعيبه الحمد لله جاهزه بشكل كبير اطمنا عليها، ويمكن كنا محتاجين بس نطمن على هاني في الشوتنج وفي التقسيمات وفي المربعات الحمد لله اطمنا عليه مع متولي مع بدر مع اكرم الحمد لله كل جاهز زميلي احمد، ودي مرحله محتاجه تضحيه ومحتاجه يعني انكار ذات كبير جدا ان شاء الله باذن الله، هي 90 دقيقه تعدي بقى بكدمات باصابات باي شيء، المهم ان شاء الله باذن الله لعيبتنا تكون كالعاده على قدر المسؤوليه ونقدر نتخطي 90 دقيقه، هتكون سبب كبير جدا في اسعاد كل جمهور النادي الاهلي، ورب ان شاء الله العاشره تكون في دولاب بطولات ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز كريم احمد، ويمكن الحقيقه يمكن طمنا لاول مره كابتن احمد الفرقه من فتره طويله، دايما عندنا اصابات دايما عندنا غيابات لاول مره، يعني اعتقد ده كمان امر يريح مستر موسيماني بشكل كبير في الفتره اللي جايه. طبعا عوده المصابين طبعا يا احمد شيء مهم جدا، انهم يرجعوا مع زمايلهم دي حاجه كويسه، وكمان اتمنى يا رب ان هم يرجعوا بقوه علشان دي بتخلق روح المنافسه، والافضل بيكون له اولويه انه يكون موجود في الملعب. طبعا واكد على كلامك طبعا النجم الكبير عماد متعب، الف سلامه عماد، وباذن الله الموضوع بسيط جدا إن شاء الله. وان شاء الله يا رب ترجع لنا احسن من الاول ان شاء الله، لان عماد متعب قيمه كبيره للنادي الاهلي ومنتخب مصر. طيب قبل ما ندخل في اهلي وترجي ونتكلم في اللي فات في الماتش الاخراني والماتش كمان اللي جاي وده اللي يهمنا طبعا النهارده بشكل كبير نركز عليه، خليني استعرض مع حضرتك مجموعه مع طبعا مع مشاهدي السادسه مجموعه من اهم اخبارنا النهارده. الخبر الاولاني الحقيقه مرتبط بفكره مشاركه محمد صلاح في الاولمبياد، الحقيقه يمكن في تواصل من اتحاد الكره هنا في مصر مع ليفربول، والامر ده هيحسم رد ليفربول على مشاركه موافقته بمشاركه صلاح في الاولمبيكس في طوكيو، يحسم بشكل اخير ونهائي يوم 28. طبعا. رايك في مشاركه صلاح مع المنتخب او الثلاثه الكبار، ومين الاسماء اللي انت شايف لو كابتن شوقي غريب محتاج ان هو يضمها ممكن يكون هم الاقدر بالانضمام للاولمبي؟ طبعا يا احمد محمد صلاح طبعا الحمد لله قيمه كبيره جدا، مش على مستوى مصر وافريقيا بل على مستوى العالم طبعا. محمد صلاح اضافه قويه جدا جدا للمنتخب الاولمبي، وانا مع الكابتن شوقي غريب والاتحاد المصري لكره القدم ان هم لازم يحاولوا ويقاتلوا ان محمد صلاح يكون موجود، لان هو اولمبياد طوكيو دي برضو حاجه مهمه جدا بتمثل مصر وهيكون اضافه قويه لينا، فمن الطبيعي ان واحد بقيمه محمد صلاح من افضل لعيبه العالم دلوقتي متصنف نفس ميسي ورونالدو ومبابي والنجوم الكبار دول كلهم، لا محمد صلاح لا يا كابتن شوقي والاتحاد المصري لازم تقاتلوا على محمد صلاح يكون موجود في منتخب الاولمبي ان شاء الله. مين مع محمد صلاح من وجهه نظر كابتن احمد نخله؟ والله انا اشوف ان الشناوي قوه برضه قوه كبيره جدا لمنتخب مصر، اضافه كبيره طبعا للمنتخب الاولمبي، يطمن الجمهور يطمن الجهاز الفني يطمن حتى المدافعين اللي موجودين قدام الشناوي، لان ما شاء الله انت بتتكلم في احسن حارس مرمى في مصر وافريقيا دلوقتي محمد الشناوي. صحيح اكيد هيطمنك واكيد هيكون اضافه كبيره جدا للمنتخب الاولمبي في اولمبياد طوكيو. ومع صلاح والشناوي والله انا ممكن اقول لك ان مثلا يعني ممكن يكون في واحد في نص الملعب، يعني اعتقد محمد النني قيمه كبيره جدا وهو مظلوم اعلاميا بصراحه يا احمد، اتمنى ان محمد النني يكون موجود بصراحه يعني. تمام هيفرق كتير جدا برضو مع المنتخب الاولمبي. بمناسبه كلامك عن صلاح وانه واحد من اهم نجوم العالم دلوقتي، خليني اقول لك انه صلاح بيتصدر قائمه افضل 10 لاعبين او افضل 10 صفقات في تاريخ ليفربول على اسماء الحقيقه من العيار الثقيل، يعني في ده الموقع الخاص بانفيلد في المركز العاشر طبعا روبرتو فيرمينيو نجم البرازيلي، في المركز التاسع هندرسون، في الثامن تشابي الونسو نجم الاسباني، اليسون بيكر الحارس البرازيلي في المركز السابع، فرناندو توريس نجم اسبانيا في المركز السادس، سامي هيبيا في المركز الخامس، ساديو ماني السنغالي طبعا في المركز الرابع، لويس سواريز في المركز الثالث، وفان دايك نجم الدفاع طبعا ومنتخب هولندا في الثاني، ومحمد صلاح نجم مصر في المركز الاول. طبعا ده شيء جميل جدا وشيء رائع، وده اكيد مش من فراغ يا احمد، اكيد محمد صلاح تعب جدا ويعني بيشتغل على نفسه كتير قوي قوي عشان يوصل للمكانه الكبيره اللي هو يستحقها انه يكون من افضل لعيبه العالم، فاتمنى يا رب ان ربنا يحفظه من الاصابات ويكمل على هذا الخط اللي هو ماشي عليه، فاتمنى له التوفيق يا رب محمد يا رب دايما. كلامك عن الشناوي وفكره ضمه للمنتخب الاولمبي الحقيقه مرتبط ب عقبة مش بس بيواجهها محمد شناوي، لكن أعتقد كمان سداسي المنتخب الأولمبي في النادي الأهلي، طاهر صلاح محسن
أكرم توفيق، أحمد رمضان، بيكم، ناصر ماهر، مش عايز أنسى حد يعني. لكن حضراتكم عارفين أنه كابتن أحمد حضرتك عارف أنه إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله نتأهل لنهائي دوري الأبطال. الميعاد اللي حددوا الكاف يوم 17 17/7، ومفترض انه الفرقه بتاعتنا فرقه منتخب اولمبيا هتسافر يوم 16، بتدخل زي حجر طبي وبعد كده فقاعه طبيه، ما ينفعش حد يدخل عليهم. اتحاد الكره عندنا في مصر بيتواصل مع الكاف من ناحيه، الاتحاد الافريقي، ومن ناحيه ثانيه مع اللجنه الاولمبيه في محاوله لانه اما انه الاتحاد الافريقي يحرك او يغير ميعاد نهائي دوري الابطال من 17 يحركه يوم او اثنين او ثلاثه على حسب ما يتم الاتفاق، ده حل طبعا، بدري شويه ده حل طبعا، بحيث انه اللعيبه تخلص في المغرب وتسافر على طوكيو، او انه يبقى في استثناء لسداسي المنتخب، سداسي النادي الاهلي اللي بيلعب في الاولمبي مع كابتن محمد شناوي، يبقى ليهم استثناء ان هم ياخدوا 48 ساعه زياده عشان يقدروا يخشوا الفقاعه الطبيه مع المنتخب الاولمبي ويقدروا يشاركوا مع المنتخب. شوف يا احمد، هو الحل الاولاني افضل كتير جدا، ان الاتحاد المصري لكره القدم مع التنسيق مع معالي الوزير اشرف صبحي ان هم يحاولوا يخاطبوا الكاف، تمام، لان ده شيء مهم جدا، ده حدث كبير جدا يعني ما بيتكررش كتير. اولمبيات ومصر هي ممثل قاره افريقيا، ومصر هي ممثله قاره افريقيا، فلازم على الاقل الكاف في ايده على فكره، يعني في الامور في ايده، نقدر نحل الموضوع ده بالترحيل يوم او يومين، ونستفاد ان شاء الله باذن الله من لعيبه النادي الاهلي ان هم برضه يكونوا موجودين ضمن صفوف منتخب اولمبي في طوكيو. ده شيء طبعاً كويس جدا جدا، وده دور الاتحاد الافريقي يعني طبعاً، انه يدعم ممثل قاره افريقيا في، اذا كان في ايده اجراء ممكن انه يدعم ممثل قاره افريقيا في الاولمبياد، بعتقد انه واجب على الاتحاد الافريقي انه يسهل من مهمه المنتخب المصري. واصرار الاتحاد المصري لكره القدم والموجودين يا احمد، ده شيء مهم جدا ان انتوا يعني فاكس واثنين وثلاثه لحد ما يكون في رد ايجابي لصالح الكره المصريه. صحيح. طيب الخبر الاخير معنا النهارده يمكن متعلق باليورو اللي لسه ما سخنتش، ولا ايه يا كابتن احمد؟ لسه البطوله ما سخنتش. لسه طبعا. طبعا حضراتكم عارفين انه قبل النهائي، والنهائي كان المفترض هيستضيفه ملعب ويمبلي في انجلترا، مشكله انه اعداد الخاصه بفيروس كورونا والاصابات فيروس كورونا في ازدياد شديد جدا، فكان في بعض الاقتراحات بتقول انه لا ننقل قبل النهائي والنهائي لروما او لبودابست، ولكن رغم ده ما زال الاتحاد الاوروبي متمسك باقامه النهائي وقبل النهائي في البطوله في ويمبلي، وما زالت طبعا في مشكله كان بسبب الحضور الجماهيري، لان حضراتكم متوقعين اربع فرق يتاهلوا لقبل النهائي، وبالتالي هيكون في حضور جماهيري في ظل انتشار كورونا، ده تخوف كبير جدا. لكن انجلترا لغايه النهارده بتقول انه انا قبل ب 60,000 بشكل رسمي، اوضحت في دور قبل النهائي والنهائي حضور 60,000 من الجماهير في ملعب ويمبلي لاستضافه ماتشات قبل النهائي والنهائي. اشوف انها مجازفه برضه 60,000 في ظل الوباء المنتشر دوت يا احمد، خد بالك هناك صعبه قوي يعني. احنا المشهد اللي شفناه في رادس بتاع انه لما يقولوا 60,000 فتلاقيهم 80,000 مظبوط او تلاقيهم كلهم في مدرج واحد، ده صعب انه يحصل في اوروبا الكلام ده. الكلام ده اكيد في تنظيم اقوى من كده بكتير. طبعا طبعا مظبوط. طيب خليني اخدك بسرعه بقى للاهلي والترجي، وابتدي معاك بمباراه الذهاب. كان سيناريو متوقع بالنسبه لك انه الاهلي يؤدي الاداء ده مع الترجي وانه يخلص الجيم بنتيجه 1-0، ولا كانت مفاجاه بالنسبه لك؟ لا ما كانتش مفاجاه بالنسبه لي، لان اعتقد ان مباراه سان داونز اللي اتلعبت في جنوب افريقيا واللي مستر موسيماني اداها ان هو لعب بثلاثي في نص الملعب رامي ربيعه وديانج والسوليه، عملها بشكل رائع، يمكن حتى احنا تقدمنا بهدف، هو ما كانش عاوز يجيب هدف لكن هو كان مأمن بشكل كويس. ف احنا بنتكلم على حمدي والسوليه وديانج، حمدي فتحي وعمرو السوليه وديانج. لا الماتش بتاع سان داونز، سان داونز كان رامي ربيعه، كان رامي ربيعه وكان ديانج وكان السوليه. تمام. تمام. ما هو عملها قبل كده. أيوة. لعب بثلاثه في نص الملعب ولعب بثلاثه فوق، فاعتقد ان هو يعني عملها قبل كده ونجح فيها جدا. تمام. وتخطينا العقبه دي. لما قبل مباراه تونس انا توقعت مليون في المئه انه يلعب بثلاثه، لكن فاجئني بصراحه انه استثمر مجهود واحد بصراحه يعني معدلات الجري عنده غير عاديه، والفتنس عنده كويس قوي، وحائط صد، وكمان ممكن تلاقي سردباك بين السردباكين بين بنون وبين ايمن اشرف، وتلاقيه تحت السوليه وتحت ديانج حمدي فتحي، هو لعب في الحته دي بين الخطين دول بصراحه يعني. ده كان ادى اداء رائع جدا جدا. وبعدين انت قوتك في نص ملعبك، احنا الحمد لله رب نص ملعب النادي الاهلي كان قوي جدا في المباراه دي،
الثلاثي ده اداها بشكل كويس قوي، مع طبعا مع اكرم توفيق اللي ادى مباراه اعتقد ان هو نجم الحقيقه. هو اليوم ده يعني مولد نجم جديد هو اكرم توفيق بصراحه. بس هو الحقيقه لعب يعني اكتر من ماتش في المركز ده قبل كده، واكرم من اللعيبه الروح عندهم عاليه جدا كويس، عنده كوره حلوه ممكن تستخدمه في اكتر من مركز كويس، وكمان عنده روح النادي الاهلي لعيب تحسه لعيب بدرجه مقاتل، فهي نجوميه يستحقها الحقيقه اكرم توفيق. هو مستر موسيماني بصراحه يعني اتوفق كويس قوي قوي ان هو يوظف برضو اكرم توفيق في المكان ده بالظبط كده، وكمان اكرم ساعد مستر موسيماني وساعد نفسه ان هو يظهر بالشكل الرائع، تكتيكيا كويس قوي قوي، بدنيا عالي جدا تمام، ذهنيا كان حاضر في كل كوره بتيجي عشان تعمل مرتده على حمد اللهوني اللي كان عامل جبهه على طول طبعا. ونجم من نجوم الترجي التونسي بقاله فتره، ان هو يحد من خطورته بالشكل ده. لا اكرم انت بصراحه اديت مباراه جيده، واتمنى يا رب ان شاء الله من لجنه التطوير ان ده مولد نجم جديد طبعا. باكرايت مع محمد هاني ان شاء الله في الفتره اللي جايه. لو تحب توجه نصيحه لاكرم بما انه اجت في المركز ده، وانت كنت لعيب من اللعيبه المميزين جدا، كنت على الناحيه الشمال خط الشمال، لكن لعيب الخط ده بيبقى ليه مواصفات وليه أدوار دفاعية وليه أدوار هجومية، لو حابب تقول لأكرم نصيحة يزود بيها اللي عنده في المركز ده تقول له إيه؟ هو بس الشق الدفاعي عنده قوي جدا لأمانة، زي ما قلت لك أنه تكتيكيا بينفذ تعليمات المدرب بشكل ممتاز. الشق الهجومي بس لازم أكرم لما يزيد، لازم العرضية أعتقد برضو أنه عمل كرة عرضية، عمل كذا كرة عرضية لصلاح محسن كانت كويسة قوي، كان يقدر يستفاد بيها يجيبها جول، لكن اعتقد يعني اتمنى الشق الهجومي يبقى نفس الشق الدفاعي يعني 50-50، لكن هو دفاعيا قوي جدا، واعتقد ان دي كانت مهام من مستر موسيماني ان انت توقف الجبهه دي، زي ما علي معلول برضو كان عندهم النجاز كمفتاح لعب ما طلعش ولا عمل اي هجمه، والنجاز اصلا انت هو بيعتمد عليه، شعباني بيعتمد عليه بشكل رئيسي في نقل الهجمات من نص ملعب الترجي نص ملعب المنافس، والحمد لله مع علي معلول وقفه هو صلاح محسن بشكل كويس قوي. خليني اسمع راي كابتن احمد نخله في مصادر الخطوره اللي تابعها في مباراه الذهاب، بتكلم على الترجي تحديدا، بس خلينا نرجع على حضراتكم في سادسه مع ضيفنا طبعا نوارنا النهارده كابتن احمد نخله بعد الفاصل. مره ثانيه اهلا وسهلا بحضراتكم. يعني هنتكلم اكتر عشان نبص على اللي جاي ونفهم اللي جاي ونحضر للماتش اللي جاي، على الماتش اللي فات كمان، ونفهم هل ده مستوى الترجي ولا الاهلي باسلوبه وبطريقته هو اللي اجبره على انه يظهر بالمستوى ده. خدوا بال حضراتكم انه في المباريات اللي من النوع ده بيبقى قدره كل فريق وكل مدير فني على انه يفرض اسلوبه على المنافس معركه حقيقيه ممكن توصلك لتحقيق اهدافك. طبعا بيشرفنا في السادسه مره ثانيه واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين كابتن احمد نخله، اهلا بيك يا كابتن احمد. اهلا بيك يا احمد. انا بس قبل ما ادخل في الاسلوب وكل مدير فني معين شعباني وموسيماني، من ناحيه عايز اعرف منك من واقع متابعتك للمواجهه الاولى، مين اللي شفته في الترجي بيمثل مصدر خطوره وازاي النادي الاهلي قدر يتعامل معاه؟ اللي بيمثل خطوره هو كان بن رمضان والهوني، والنجاز كان مفتاح لعب كويس قوي قوي، حتى كولوبالي في نص الملعب برضه كان له دور مهم جدا جدا ان هو يامن اللعيبه في نص الملعب، بيديهم الزياده وبيعمل معاهم برضه الزياده العدديه، لكن احنا ما شفناش الكلام ده خالص الحمد لله. ان مستر موسيماني طريقه اللعب اللي اداها 4-3-3 وعمل يعني تنظيم في نص الملعب غير عادي، ان هو حد من خطوره كل الكلام ده، احنا ما شفناش اي خطوره من الترجي التونسي، بالعكس ده احنا اللي كنا متسيدين المباراه، كان في انتشار جيد جدا جدا من النادي الاهلي، كان في نسبه استحواذ اعتقد فوق 70%، يمكن حتى السرد باكات اللي عندنا ايمن اشرف وبدر بنون، بدر بنون كان بيعمل باص في العمق بحوالي 20 يارده او 25 يارده بكل سهوله، اي كوره كانت بتيجي في نص الملعب كان بتلاقي حائط صد، كان بتلاقي ديانج كان بيكون موجود السوليه، كان حمدي فتحي كمان بيبقى متواجد، ولما حتى لو في كوره عرضيه حمدي فتحي كان بيقوم بالدورين، اعتقد يعني كان واضح للكل ان حمدي فتحي بصراحه يعني همزه وسط ديفندر في نص الملعب، وفي نفس الوقت سيرد باك مع بنون مع ايمن اشرف يعني بيقوم بالدورين، وكان بصراحه اداها بشكل رائع حمدي فتحي. فبصراحة أنا يعني الحمد لله رب إن هم ظهروا بالشكل ده، الحمد لله إن النادي الأهلي ومستر موسيماني التكتيك بتاعه وصل للعيبة بشكل كويس قوي، أدوها بشكل كويس، كان فيه هدوء في البداية إن أنت عندك انتشار وعندك استحواذ والكرة بتطلع من رجل لرجل بكل ثقة وبكل أريحية، عكس فريق الترجي اللي بيلعب في ملعبه
وفي وسط جمهوره، اعتقد اللي جمهوره اعتقد ان هو ما فادوش، اعتقد ان ما فادوش، لا فادنا احنا اللي في هدوء. حتى كتير من الاراء كانت متوقعه انه المقدمات اللي حصلت قبل الماتش تاثر بشكل على لاعبتنا، لكن لا. الحمد لله ده ما حصلش، بالعكس يمكن تكون اثرت على لاعيبه الترجي اكتر ما اثرت في لاعيبه النادي الاهلي. اعتقد برضه يا احمد العامل المعنوي والعامل النفسي عندنا عند لاعيبه النادي الاهلي بوجود قيمه وقامه زي الكابتن محمود الخطيب وبرضه سيد عبد الحفيظ موجود، ان هم هيئوا اللعيبه بشكل كويس جدا جدا، تحضير ما قبل المباراه برضه كان فيه تحضير كويس قوي قوي، رؤيه مستر موسيماني لفريق الترجي وازاي نحد من خطورتهم وازاي يقفل نص الملعب وازاي يقفل الاطراف اللي عندهم خطوره من الاطراف ومن الجناحين. النجاز مش عايز اقول لك، النجاز اصلا ده مفتاح لعب، لعيب قوي جدا، وكل عرضيات النجاز ايجابيه. يعني في كل المباريات اللي شفناها النجاز على الاقل 7-8 عرضيات منهم 2 ايجابيين بشكل ايجابي على المرمى. أيوة. ما شفناش ولا حاجه بالظبط. يعني احنا كنت لسه بقول لك في الفاصل انه اذا كنا بنقيس بالقدره على صناعه الـ 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 الفرص او صناعه الاهداف، الاهلي الحقيقه يمكن كان مصدر خطوره اكتر بكتير باستثناء كره واحده اللي شالها الشناوي في الشوط الاولاني. ما شفتش الترجي بيمثل خطوره قوي على مرمى الشناوي على مدار المباراه او على مدار ال 90 دقيقه. ما فيش غير الكوره اللي في الشوط الاول اللي تالق فيها الشناوي وشالها. بس هي دي الكوره اللي اعتقد ان ممكن وصلوا فيها بالظبط، هي دي اللي وصلوا فيها. بعد كده احنا انت تسيدت المباراه بشكل كامل، انت مسيطر على الجيم لان نص ملعبك قوي، لان كمان بقول لك السرد باكين كمان بيلعبونا كوره، ودي ميزه جدا جدا عند ايمن اشرف وعند بدر بنون. يعني يا بخت المدرب اللي عنده 2 سرد باكات بيلعبوا كوره كلهم ديفندرات. دي ميزه كويسه قوي. كمان بنون في الالتحامات كويس قوي، في التغطيه كويس قوي. اكرم توفيق انا بقول لك ظهر بشكل غير عادي، تكتيكيا رائع، بدنيا ما شاء الله. يعني اعتقد ان هو الحمد لله، حتى يمكن لما رامي ربيع نزل اخر 7 دقائق 8 دقائق بس، اعتقد يعني عرفت النهارده ان هو حالته كويسه وبدا حتى يتمرن مع الفرقه. أيوه. بشكل كويس، خبر مطمئن لحد طبعا دي. محمد شريف ما شاء الله، يعني محمد شريف اعتقد ان هو دلوقتي خلاص وصل لمرحله النضج، ان هو بقى مهاجم النادي الاهلي. وفعلا دي محمد انت تستحق فعلا اللقب ده، انت مهاجم النادي الاهلي، لان انت من اللعيبه اللي عندك سرعه وعندك مهاره وبتعرف تقطع من تتحرك من خلف المدافعين. يعني الجول اللي جابه محمد شريف ده فيه ذكاء غير عادي غير عادي، لانه قطع من خلف المدافعين، حتى اللاعب حاول يطلع عشان يضرب محمد شريف الاوفسايد ما عرفش، لان محمد اتحرك وقطع في توقيت كويس جدا جدا. محمد بيتحرك كويس قوي، من المهاجمين المميزين، اتمنى يا رب ان هو يكمل كده في النادي الاهلي وفي منتخب مصر الفتره الجايه ان شاء الله. شايف الماتش اللي جاي ازاي؟ شايف انه هيكون سيناريو مشابه للي حصل في رادس، ولا تتوقع انه يكون سيناريو مختلف تماما؟ والله وهل انت مع الناس اللي بتقول، انا فاهم طبعا انه نتيجه 1-0 في رادس مطمئنه لحد كبير، في ناس كتير رايحه لفكره الاهلي حسم التاهل للنهائي وكايزر تشيفز او الوداد، مش عارف انت مايل انهي فرقه فيهم، او شايف مين فرقه حظوظها افضل برضو في التاهل للنهائي. طبعا انت عارف انه كايزر تشيفز كسب الوداد في ملعبه. تمام، خليني الاول اتكلم في نقطه النادي الاهلي. تمام النادي الاهلي الحمد لله رب العالمين، في شخصيه النادي الاهلي موجوده. تمام، فرقه الرجاء في ملعبها، فرقه الترجي في ملعبها اعتقد ما كانوش موفقين، ما كانوش، احنا اللي كنا افضل. تمام، النادي الاهلي كان افضل، كان منتشر بشكل كويس. فرقه الترجي انت اكبرتهم على ده يا كابتن احمد، ولا ده ما كان زي ما بيقول بلغه الكره مش يومهم؟ انت بالتكتيك اللي انت عملته، تمام، بالتنظيم الغير عادي اللي انت اديته، بالتركيز العالي من لعيبه النادي الاهلي، انت كنت الافضليه كلها كانت ليك. تمام، حتى انتشارك كان كويس قوي، الاستحواذ يعني بتاعك يعني كان كويس. يعني هنا الكفه اللي رجحت كفه الاهلي، او العامل اللي رجح كفه الاهلي، هو التكتيك اللي لعب بيه مستر موسيماني. بالظبط، والموسيماني تفوق على معين الشعباني، قفل كل مفاتيح اللعب. تمام، وخطوره فرقه الترجي، لكن انا بتكلم في حاجه، ان الفرقه دي فرقه قويه. تمام، بنتكلم ان لما حتى الدوري التونسي في الافريقي، في الصفاقسي، في النجم الساحلي، في الترجي، اقوى فرقه فيهم الترجي الاربع سنوات اللي فاتت. تمام، فلازم يعني حساب دي. فرقه الترجي بتلعب بره ملعبها بشكل كويس جدا جدا، فرقه الترجي الكره الثابته عندها صعبه جدا جدا، وبينهوا منها جوال. تمام، احنا ما شفناش كوره ثابته، لان انت ما اديتهمش فرصه انهم ياخدوا فاول او كورنر، فالحمد لله انت حددت من خطوره الفرقه بشكل كبير. بالظبط كده، دي مهمه. تتوقع لو انت يعني لو انت دخلت عقل كده معين الشعباني، الراجل ده بيفكر جاي القاهره، هو خسران اوريدي في ملعب 1-0 وما عندوش بديل عشان ياخد بطاقه التاهل للنهائي غير انه يكسب الاهلي على ارضه، تفتكر يجي يلعب ازاي؟ يلعب
بنفس الاسلوب اللي لعبه ويحاول يخطف، ولا جاي يلعب الكل في الكل وهيلعب مباراه مفتوحه ومباراه هجوميه؟ خلينا اكون واقعي معاك، هو ما عملش كده في ملعبه، ما ضغطش عليه ضغط عالي في ملعبه، تمام؟ ما حاولش ان هو من بدايه الجيم يعمل مثلا زياده عدديه في نص ملعب النادي الاهلي، ما عملش كده. هل هو يعني بالعقليه دي انه يجي هنا في ملعبي وان شاء الله باذن الله، اتمنى يا رب، اتمنى يكون في جمهور من الساده المسؤولين على الكتاب اللي بعته النادي الاهلي، اتمنى يا رب يكون في رد فعل ايجابي ان شاء الله باذن الله، ان احنا عايزين برضو دعم معنوي، ان الجمهور ده رقم واحد وهو يعني الباور بتاع اللعيبه. يعني هل انت تعتقد ان الشعباني هيجي يهاجم؟ ما عملهاش في ملعبه. هيجي يعمل كده؟ لا، هو واقعي جدا. بس في فرق يا كابتن احمد، اسمح لي، يعني هناك كان عنده حاجه يخسرها، هناك كان يخاف انه يلعب جيم مفتوح او يهاجم بكل قوته فالاهلي يخطف جون، وتسجيل الاهلي الهدف على ارض الترجي بالنسبه لمعين الشعباني خساره كبيره جدا، فبالتالي يمكن يكون متحفظ. حلو. لكن هو جاي القاهره ما عندوش بديل وما عندوش حاجه يخسرها، يعني خسر المباراه ما فرقتش كتير، جت معاه وكسب يبقى هو قدر يعمل حاجه، فالدوافع هنا ممكن تبقى مختلفه. طيب. شويه هو على فكره المدرب مش وحش يا احمد. مدرب شعباني معاهم بقاله فتره، واخد بطولات معاهم. هو مدرب مش وحش، وتكتيكيا على فكره برضه بيتعامل بامكانيات اللعيبه اللي عنده، بيشتغل تكتيكيا على امكانيات اللعيبه اللي عنده، تمام؟ هو عمل كده في فرادس، عمل الزوم من بدايه الجيم، كان قلقان وخايف من النادي الاهلي، كان في خوف، كان في احترام رقم واحد، انت بتحترم النادي الاهلي، لانه لو طلع وضغط هيسيب مساحات في الخلف المدافعين، هيدينا فرصه ان احنا عندنا سرعات، تمام، عن طريق طاهر وعندنا صلاح حسن وعندنا شريف كمان، اللي شريف اي فرصه او نص فرصه بيستثمرها ويجيب جون، هو عارف وشاف وتابع. يعني انت شايف انه هيجي القاهره متحفظ، هيعمل الزون، هيعمل نفس الزون، نفس الزون بالظبط، هيعمل. طيب. نفس الزون، خلينا وبعدين نتيجه 1-0 هي برضو مش بعيده. أيوة. ممكن لا قدر الله ما تعرفش الظروف، عشان كده بقول ماتش صعب، مفيش حاجه مضمونه، ده احنا متفقين عليه. النادي الاهلي لازم يركز. طيب. الجهاز الفني لازم يركز، دي الطريقه اللي ممكن يفكر بيها معين الشعباني. خليني اسالك على الطريقه اللي هيفكر بيها مستر موسيماني في المباراه بعد ما حقق نتيجه 1-0 في رادس. تمام. بس خلينا نروح لفصل سريع جدا واخير ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. الترجي ما عندوش صحيح شيء يخسره في مواجهة القاهرة، لكن في نفس الوقت كابتن أحمد نخلة ليه رأي أنه مش ممكن معين الشعباني يلعب جيم مفتوح، وأنه برضه هيفضل متحفظ وهيلعب زون بطريقة أقرب للي لعب بيها في رادس. لكن إحنا ممكن نكون هنلعب إزاي، ومستر موسيماني بيفكر في إيه، والطريقة الأنسب والتشكيل الأنسب من وجهة نظر طبعا ضيفنا النهاردة كابتن أحمد نخلة. اهلا وسهلا بيك مره تانية. شايف مستر موسيماني باصص للقاء الجاي ازاي، وهل تتوقع انه يلعب برضه بطريقه مشابهه للي لعب بيها في تونس، ولا من ممكن احنا نشوف طريقه او تشكيل مختلف؟ طبعا بعد نجاح، انا بقول النجاح الكبير لمستر موسيماني تكتيكيا في المباراه اللي فاتت، قدر ان هو يتميز، تمام، وينجح ان هو يطلع بمباراه بالشكل الايجابي دوت، ان انت تكسب فرقه كبيره ترجي التونسي في ملعبه في رادس 1-0، انا اعتقد يعني ده مكسب كبير جدا. بس طبعا المباراه اللي في مصر طبعا اصعب، يعني الضغوط علينا احنا كنادي اهلي، لازم اركز كويس قوي، لازم احضر كويس قوي، العامل النفسي طبعا والعامل المعنوي مع اللعيبه بشكل كبير جدا، لازم يكون في تركيز من الكل، تمام. اعتقد ان النهارده عمل محاضره كويسه قوي للعيبه، واعتقد برضه ان بعد المباراه الكابتن محمود الخطيب برضه لما دخل غرفه الملابس وبدات من الشناوي، يا جماعه خلاص شوط خلص ولسه في شوط تاني في مصر. صحيح. فده طبعا واقعي، واقعي جدا جدا، المباراه لسه ما انتهتش، فاتمنى ان شاء الله باذن الله. طبعا لا خلاف طبعا على الشناوي، اكلمك على التشكيل الاول، الطريقه، الطريقه هتلعب 4-3-3 ولا 4-2؟ لا 4-3-3 زي ما بدأ هناك. ابدا، بس انا عاوز ابدا زي ما نهيت. بمعنى ايه؟ بمعنى ان صلاح محسن لعب كويس قوي، تمام، وصلاح محسن بقاله فتره بديل كويس قوي، صلاح محسن بصراحه، صلاح عنده سرعه وعنده مهاره وبينهي على الجون بشكل كويس جدا، لكن انا مش شايف يعني ان صلاح ممكن يبدا، لا اخليه بديل افضل ليا، بينزل يعمل لي، بينزل يكون مؤثر، بينزل يصنع لي الفارق مع الفرقه، بيكون اضافه بالظبط كده. اخلي مثلا ممكن طاهر. طب نبتدي من ورا بدل دخلت في التشكيل. طيب نبدا 4-3-3 بالظبط، مش هنبعد خالص عن التشكيل، هو بس انا بقول لك التغيير. بس في واحد، الشناوي، الشناوي قدامه، قدامه بدر بنون وايمن اشرف، يمين اكرم توفيق، شمال لو عيني جاهز ما تبتديش بيه بعد اداء اكرم توفيق في المباراه اللي فاتت. هاي. مستحيل ما ابداش بيه، تمام. لازم اديله واديله باور
ويكون اكون سبورت لي ان انت عملت جيم كويس قوي، واتمنى يا رب ان هو يكمل على كده. تمام. وده نجاح من الاثنين، من مستر موسيماني ومن اكرم نفسه. تمام. ان هو تميز وادى بالشكل الممتاز ده. وتميز اكرم في الحته دي مفيد لصالح الفرقه، يعني اعتقد انه كمان هيحمس هاني انه بالزبط. يعني بالزبط. يدخل فورمه في اسرع وقت ممكن. طبعا أي. طبعا منافسه لمصلحه النادي ومصلحه الفرقه. تمام. ناحيه الشمال علي معلول. تمام. نفس ثلاثي نص الملعب ما اقدرش ابعد عنهم خلاص. حمدي فتحي وديانج والسولية. الثلاثه دولت موجودين. الناس اللي فوق هيبقى يمين قفشه، وهيبقى محمد شريف مهاجم. هتبتدي قفشه بس هتلعبه قدام، هتلعبه جناح. بالظبط. وطاهر ناحيه الشمال، طاهر محمد طاهر. صلاح محسن يكون موجود معايا بره وينزل بديل الشوط الثاني، هيعمل لي الاضافه بشكل كويس قوي، وهيكون وعنده باور، وبعدين هو كويس قوي على الجول، واعتقد ان شاء الله هنستفاد منه بشكل كويس. لكن قفشه ليه محمد مجدي قفشه؟ احنا كنا ماشيين كويس قوي جدا جدا في المباراه. بمجرد نزول محمد مجدي قفشه الشوط الثاني، تمام، اصبح بقى في تجميع لعب، اصبح قفشه هو اللي بيبدا يستلم، على الاقل هو حتى بدنيا اعتقد يعني برضه تحس ان هو ممكن يكون بعيد عشان الاصابه، لكن كورته سليمه. قفشه ما بيغلطش، قفشه عنده رؤيه، الاستلام والتسليم بتاعه بشكل ممتاز، بيديها بشكل كويس، بينقل لك اللعب من 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 ملعبنا، من نص ملعبنا لنص ملعب المنافس باستمرار. لما يكون موجود قفشه الكره بتبقى معانا، بيقرب من اللعيبه، بيلعب باص ويتحرك من غير كوره بشكل كويس جدا، عنده رؤيه كويسه قوي، يقدر يوصل شريف في اي وقت، يقدر يوصل طاهر في اي وقت، كمان بيكمل، بيعمل زياده عدديه، بيقدر ينهي، بيجيب جول. قفشه لعيب مهم جدا جدا في النادي الاهلي. قفشه رقم 10، افضل لعيب رقم 10 في مصر حاليا. تمام. هو محمد مجدي قفشه. انا مش ببالغ في اللي انا بقوله، انا بقول من واقع، من استمراريه اداء. بس في نص الملعب في 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 نمره 10، لكن لما ويمكن كان ليه تجارب لما ترمى ناحيه اليمين قدام شويه ما كانش هو قفشه اللي احنا او خدت منه نفس ما هو هيدخل جوه. يا احمد هيدخل من خلال اللعب. هيدخل جوه زي برضه 10 بلاي ميكر. تمام. والكره معانا وهيبدا يلعب. تمام. وفي نفس الوقت انا ما خافش من ان هو ممكن ما يرجعش، لان برضه في ناس في نص الملعب زي ديانج هيميل على اكرم توفيق، يساند اكرم في حاله الدفاع لو قفشه ما رجعش. كده هتبقى اقرب ل 4-4-2. ممكن يعني. لكن انا يعني قفشه وجوده مهم طبعا على ملعبنا. طبعا انا عندي باور، عندي برضو انا كسبان 1-0، لكن لازم احرص جدا جدا. مباراه مش سهله، مباراه صعبه، بقول الفريق بيلعب خارج ملعبه بشكل كويس جدا. العامل البدني كمان عندنا كان كويس قوي. يعني اختلف مع ناس كتيره جدا كانت تقول لك 6 ايام كتير، والله حقيقي. يعني مش عارف يعني هو السفريات الكتيره قوي دي محتاجه ريكفري، محتاجه حاله استشفاء، انك لما تسافر مشوار 8 ساعات ولا 10 ساعات انت محتاج تاخد ريكفري، راحه، تعمل حاله استشفاء حتى بعد المباراه في ريكفري. لكن انا بقول مستر موسيماني، لا انت صح اشتغل، ما حدش هينتقدك تاني، لان انت فعلا اديت بشكل كويس قوي، نجحت. والراجل حقيقه يعني مستحمل كم كبير من الضغوط والانتقادات الحقيقه غير مبرره، يعني الواحد مش قادر يفهم ايه المنطق ورا والله الانتقادات اللي بيتعرض ليها مستر موسيماني، يعني على الرغم انه كمان بالذات الحقيقه مش بكلمك على مستوى بقى البطولات والالقاب، لكن في كل المواجهات الثقيله الموسم ده الراجل قدم ماتشات يعني مستوى محترم جدا، الاهلي ظهر بشكل. خليني يا احمد اكون واقعي معاك، مباراه سان داونز اللي كانت في مصر، تمام، ما كانش فيها اداء، ما كانش فيها اداء، بس كان في نتيجه، كسبنا 2-0. تمام. وتوفق جدا جدا، حتى افتكر ان صلاح محسن نزل جاب جول في توقيت صعب جدا، الجول ده فرق معانا كتير. طب. تمام. ريحنا جدا جدا، انا رايح سان داونز هناك وانا كسبان 2-0. صح. انت عندك اريحيه، عندك ثقه. تمام. لما لعبت كمان هناك بالشكل دوت بالطريقه الثلاثه دول في نص الملعب، وقدرت ان انت تطلع مباراه 1-1، انت مدرب كبير جدا. لما رجعت ورحت تلعب في الدوحه السوبر الافريقي مع نهض البركان، عملت جيم ممتاز. تمام. وكسبنا كمان 2 مش 1، صح ولا لا؟ مظبوط. لا انت ماشي كويس. تمام. الامور بخير. النادي الاهلي في شخصيه النادي الاهلي، البطوله متواضع يا كابتن احمد، يعني تصريحاته الاخيره تعرف تحط في مقارنات دايما، يعني هو الاهلي طبعا مسار اهتمام، ما فيش كيان ناجح زي النادي الاهلي مش هيكون محط اهتمام الوسائل العالميه المختلفه، ودايما في نوع من انواع المقارنات كده، تحط في مقارنه مع فايلر، تحط في مقارنه مع مانويل جوزيه، والراجل كان بيتكلم بمنتهى التواضع يقول لك
انا يعني صغير جدا انا اتحط في مقارنه مع مانويل جوزيه. وانا كنت بقول انه عشان تحط في مقارنه مع واحد من اهم المدربين تولوا مسؤوليه النادي الاهلي زي مانويل جوزيه، استنى على التجربه لما تكتمل. يعني الراجل قعد قد ايه عشان يبقى واحد من اساطير اللي دربت النادي الاهلي، فبالتالي استنوا على الراجل شويه. الراجل ما اخفقش الحقيقه في اي مهمه او اي هدف اتحط له مع النادي الاهلي. والله يا احمد انا شايف انه فعلا متواضع جدا ان هو يقول كده في تصريح تلفزيوني كده بالشكل ده، نقول لا انا صغير، لا انت كبير مستر عثماني للامانه. يعني انت اديت بشكل كويس قوي، انت قيمه كبيره، وبعدين كمان السي في بتاعك قبل ما تيجي النادي الاهلي انت واخد بطولات، وجيت كمان النادي الاهلي اعتقد انت ضفت للنادي الاهلي، والنادي الاهلي ضاف لك كتير جدا طبعا. البطولات اللي انت خدتها، واعتقد ان الحمد لله رب مستر عثماني شايف الدعم من مجلس اداره، شايف الدعم الغير عادي من لجنه التطوير اللي بتوفر له اي لعيب هو محتاجه في اي مركز عنده نقص فيه. لا مستر عثماني قيمه وقامه ومحترم جدا بصراحه. والله بمنتهى الصراحه وبدون اي تحيز، ومش عشان انا منتمي للنادي الاهلي، لكن تجربه عثماني مع الاهلي لو توقفت النهارده اعتقد بتدي نموذج رائع وتجربه فريده من نوعها على مستوى الكره الافريقيه. انه مدرب افريقي يجي في موسم واحد يحقق النجاحات دي مع النادي الاهلي على المستوى المحلي وعلى المستوى القاري وعلى المستوى الدولي، اعتقد انها تجربه تستحق ان احنا ننظر ليها بعين الاعتبار ونديها قدرها بشكل كبير. طبعا في سياق كلامك كنت بتتكلم على كابتن محمود الخطيب، والحقيقه انه كابتن خطيب يمكن ليه دور طبعا مش بس بوصفه الحقيقه كرئيس للنادي الاهلي وداعم للفريق الاول في وكل الفرق النادي الحقيقه في كل الرياضات المختلفه، لكن انا بشوف دوره كمان مع فرقه النادي الاهلي وخصوصا في بطوله دوري الابطال، ومش بس النسخه دي والنسخه السابقه، مهم جدا. وفي يمكن كواليس الناس ما بتحسش بيها قوي يا كابتن احمد. والله طبعا انا شهدت طبعا مجروحه في الكابتن الكبير كابتن محمود الخطيب، اعتقد يعني ان هو لما سافر مع الفريق يسافر مع فريق سان داونز وتاني موجود معاهم في الرحله هناك، وانت عارف ان هو كابتن محمود برضو عنده يعني مشكله في ظهره بيتعالج وكده، فاعتقد ان هو جاي على نفسه جدا جدا، لكن ده بيدل على حب وتفاني الكابتن محمود الخطيب لكيان النادي الاهلي والجمهور النادي الاهلي. واعتقد كمان يعني حتى لما رجعوا من سان داونز وعملوا ترانزيت واسوان وطلعوا على الدوحه عشان السوبر الافريقي كان كمل معاهم. صحيح كابتن محمود سافر معاهم، ودي دايما كمان اقول دايما لك على رؤساء النادي الاهلي بيبقى ليهم دور في ناحيه الدعم المعنوي. اعتقد يمكن انت يعني على ايامك ومع جيلك كان كابتن صالح سليم بيقوم بنفس الدور ده. طبعا كابتن صالح الله يرحمه كان بيظهر في الاوقات الصعبه، كان بيظهر في الاوقات المهمه جدا، انه يكون حاسس ان النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي محتاجه لمعنويات، رفع معنويات. كانت بتفرق معاكوا كلاعب؟ طبعا كانت بتفرق جدا. يعني اعتقد الكابتن محمود الخطيب وجوده مع البعثه في سان داونز له عامل مؤثر جدا بشكل غير عادي. صحيح. لما سافر معاهم الدوحه ويلعب بالسوبر الافريقي ويفوزوا، اعتقد رده فعل من اللعيبه لما لبسوه كلهم الميداليات اعتقد دي كافيه ان كابتن محمود الخطيب قيمه كبيره. اسئله سريعه جدا عشان وقتي، افضل ثلاث لاعبين من وجهه نظر كابتن احمد نخله في مباراه الاهلي والترجي في رادس؟ حمدي فتحي واكرم توفيق ومحمد شريف. كايزر تشيفز سان داونز مين فرصه اكبر، وانت تميل انه مين يكون طرف نهائي ان شاء الله مع النادي الاهلي اذا ما تاهلنا؟ مع الوداد وكايزر. الوداد وكايزر اعتقد الوداد فرقه كبيره جدا وفرقه قويه قوي، اعتقد ان سر المباراه بتاع كايزر والوداد مش مع النتيجه خالص. يعني النتيجه مع غير سر المباراه. تمام. اعتقد ان الوداد ممكن يكسب كايزر في ملعبه. لان الاحصائيه اللي موجوده تتمناها كابتن احمد؟ لا طبعا ما اتمناهاش، اتمنى كايزر عشان النادي الاهلي ياخد بطوله. وعلى فكره هو النادي الاهلي من امتى، من دلوقتي ومن قبل كده، هو يعني انت بتتكلم في بطوله. صحيح. اعتقد كابتن محمود خطيب مع الجهاز الفني مع اللعيبه احنا بنتكلم في بطوله. المركز الثاني يا جماعه كابتن محمود اعتقد يعني قال كده ده كتير قبل كده، المركز الثاني زي المركز الاخير. النادي الاهلي لا يقبل الا بالمركز الاول. نتاهل ان شاء الله باذن الله، ويبقى لكل مقام مقال، ونشوف بعد كده بقى مين الوداد ولا كايزر تشيفز اللي عايز يحقق البطوله، ما بيفرقش معاه هيواجه مين. بشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد، شرفتنا ونورتنا في السادسه النهارده. شكرا ليك يا ابو حميد، وسعيد جدا ان كنت موجود معاك. انا اسعد بجد والله، واتمنى يا رب التوفيق للنادي الاهلي والمنظومه، وبالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بشكر كمان حضراتكم على المتابعه، بكره ان شاء الله حلقه خاصه جدا عن اليورو، بكره يوم العالمي نتابع فيها تطورات البطوله ونتكلم اكتر على الادوار اللي جايه المفترض تدخل فيها البطوله في مرحله وأجواء أكثر سخونة. بشكر حضراتكم على متابعة النهاردة، وأقابلكم بكرة في السادسة إن شاء الله. تحياتي لحضراتكم.